السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه وصفات فدوى وسام. اليوم ان شاء الله راح نديروا غراتان بزاف بنين، راح يكون في الفرن، راح يكون فيه الكرم، البطاطا، اللحم تاع الداند، يعني الجبن، يعني طبق متكامل صحي فيه بزاف لي فيتامين وبزاف بزاف بنين. نتمنى ان شاء الله تشوفوا هذه الوصفه وتجربوها وتنال اعجابكم. هنا جبت شويه تاع الكرم، ماشي كميه كبيره، الكرم او الملفوف تقطعوه هكا شيفونال، يعني تقطعوه رقيق قد ما تنجموا بهذه الطريقه بعد ما تغسلوه. بالنسبه للحم انا جبت هنا كميه تاع اللحم تاع الداند، اللي ممكن تعوضيه باللحم البقري، يعني ممكن ديري اللحم تاع البقري في بلاصه اللحم تاع الداند ولا اللحم تاع الدجاج، المهم يكون يعني مطحون. ندير عليه غير شويه تاع الزيت كما شفتوا، مش كميه كبيره، شويه زيت. اذا عندي هنا ملح، فلفل احمر، حلو، عندي كمون، فلفل كحل، وشويه تاع الزعتر. راح ندير الثوم يكون مبشور، واحد الفص ولا زوج حسب الكمية، ثوم يكون مبشور بهذه الطريقة. انا هنا درت فص كبير. راح نضيف شوية تاع المعدنوس، درنا شوية زعتر ودرنا المعدنوس. راح نضيف هنا شوية تاع البصل يكون يعني مقطع صغير ولا مربي، وهنا راح نزيد شويه تاع الكرم او الملفوف اللي كنا قطعناه رقيق كما شفتوا. كما راكم تشوفوا هذه الوصفه راه فيها بزاف الخضار، يعني صحيه. راح نزيدو ثاني البطاطا من بعد، يعني حاجه مفيده لولادكم، هكا تنوعوا في الاطباق وتجي بزاف بنينه، يعني جربوها ما تخافوش. هنا بالنسبه لهذه الوصفه، الوصفه الاصليه يديروا لها البيض، يعني هذا اللحم يزيدوا له على حسب الكميه، ممكن كيما هنايا تنجمي تزيدي حبه بيض مع مغرفه ولا تاع الملعقه تاع الفرينه باش تلمي. انا ما درتش البيض. هنا جبت مول كيما شفتوا مدهون بالزبده، وجبت هذاك اللحم شكلته كرات بهذه الطريقة، وراح نشكله على شكل يعني أوفال. هنا بما أنه ما درتش البيض، إذا ما درتش الفرينة، أنتم ما ديروا البيض، ديروا البيض. أنا ما درتش البيض على جال المرارة، يعني أصحاب المرارة كما عارفين ما يأكلوش البيض. إذا هنا أنتم زيدوا حبة تاع البيض باش تلم لكم مليح، وزيدوا معاها مغرفه ولا تاع الفرينه ولموا مليح اللحم تاعكم، ومن بعد ديروه بهذا الشكل. بغيتوا ديروهم بشكل دائري، بغيتوا ديروهم هكا بالطول. من بعد راح نديروا لهم فراغ في الوسط، وين راح نديروا من بعد البطاطا. المول كما راكم تشوفوا مدهون بالزبده، نزيرهم هكا مليح. ونهبط هكا، يعني ندير فراغ في الوسط، وراح ندخلهم للفرن. هنا تكونوا مسخنين الفرن مسبقا، دخلوهم حتى يطيب هذاك اللحم، ما تخلوش حتى ينشف بزاف ويبس، يعني كي يطيب تخرجوهم. هنا كي ديروا لهم البيض راح يزيد يجيكم طري اكثر واكثر. ديروا هكا فراغ في الوسط بهذه الطريقه. وصفه جديده واكيد راح تعجبكم. هنا بعد ما شكلت الفراغ كيما راكم تشوفوا ما بقى لي غير ندخلهم للفرن حتى يطيبوا باش نخرجهم. في الوقت اللي كان اللحم يطيب، انا كنت ديجا درت زوج حبات تاع البطاطا في كسكاس فورتهم. هنا راح ندير لهم شويه ملح، شويه تاع النعناع يابس، ملح ونعناع يابس. راح ندير هكا شويه تاع جوز الطيب. اذا هذه البطاطا راهي طايبه مفوره، زدت عليها رشه ملح، شويه نعناع يابس. كما شفتوا الوصفه راه فيها المعدنوس، فيها الزعتر، فيها النعناع، يعني مفيده جدا. ندير هنا الحليب، هنا من الاحسن الحليب يكون شويه دافي باش البطاطا ما ديلكمش تكتلات. وندير شويه تاع الفخوماج، يعني جبن، بغيتوا ديروا جبن طري، بغيتوا ديروا فخوماج غابي اللي يكون عندك في الدار. هنا الفرماج باش تجيك البطاطا بنينه، يعني بخاس كيما تخدمي لا بيوري، برك هنا ما تجريهاش بزاف لانه راح نشكلوها ونحطوها في وسط اللحم. على هذا يعني حاولوا ما تكتروش الحليب، ديروا غير شويه تاع الحليب.
هنا زدت شويه فرماج باش تجي بنينه وهي حاميه طحنوها. درك انا بعد ما طحنت البطاطا كيما راكم تشوفوا لازم تخلوها هكا الشاده روحها، ما تكونش جاريه بزاف كيما لا بيوري هكا باش تنجموا تشكلوها. انا راح نشكلها بشكل بيضاوي كيما حبه البيض، تكون يعني الحجم على حسب اللحم بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. نحطهم في طبسي كما قلت لكم اللحم كي ديروه في الفرن يطيب في الكوشه، ما تخلوش حتى ييبس، ما تخلوش يعني يطيب فوق وقته، سيختو تاع الدند يعني بالخف تاع الدند وتاع الدجاج بالخف يطيب هكا باش يبقى لكم طري. وهذا الطبق لازم يتكل حامي، يعني غير تخرجوه من الفرن تقدموه ما تخلوهش يبرد. جبت هنا يعني طبسي درت فيه ملعقه تاع طماطم مصبره وراح ندير هكا شويه تاع الماء، راح نصنع ان صوص. اذا طوماط كونسونطري واحد المغرفه ولا وشويه تاع الماء، ممكن تعوضوا هذا لاصوص هذه بصلصه الطماطم الجاهزه ولا تصنعوا صوص طوماط. نخلطها كمليح حتى تذوب هذيك الطماطس. هنا بعد ما طاب اللحم كيما راكم تشوفوا نجيب هذيك البطاطا ونحطها هكا في الوسط بهذا الشكل، هنا من بعد كي ندخلها الفرن ما نخليهاش تطول بزاف لانه كلش راه طايب، غير تتحمر لي ونخرجها. دوك راح ندير هنا في الوسط من الفوق هكا هذيك لاصوص، قلت لكم تنجموا تعوضوها لي تبغيش دير طوماط هكا كونسونطري مع الماء، دير طوماط عفوا دير صلصه الطماطم اللي تكون جاهزه صوص طوماط ولا تصنعوها في الدار ما تجي بنينه. وندير شويه تاع الفرماج من الفوق بهذا الشكل، راح نزيد لها الفرماج انا رابيتو هكا باش تجيني ساهل. اي نوع تاع فرماج يكون عندك، المهم خيروا نوعيه تكون مليحه اللي تذوب. راح ندخلو للفرن نخليه غير تكراتينا شويه ونقدموه، نتاكد راح يعجبكم هذا الطبق سيختو الا درتو له فرماج يعني نوعيه مليحه راح يزيد فيه بنه. وندخلو للفرن. هنا بعد ما خرجت طبق تاعي من الفرن درت له رشه تاع المعدنوس وراح نقدموه. نتوما يعني غير تخرجوه يعني ولا غير يطيب وطفوا عليه قدموه. انا هنايا كانت عنده يعني نص ساعه ولا فايت من اللي طاب يعني، ومن بعد باش تعشينا. نتوما من الاحسن تقدموه هو ساخن راح يجيكم خير وخير، من الاحسن يعني باش ما تعاودوش تحموه. كما راكم تشوفوا يعني وصفه سهله واقتصاديه بالنسبه للناس اللي يبغوا الاكل الصحي. شحال من وحده يعني كانت تطلب مني وصفات صحية، هذه هي الوصفات الصحية. دائما الأطباق اللي في الفرن أكيد تكون صحية خير من الحاجة اللي تكون مقلية. ممكن بزاف لي غوسيت في القناة، نتوما برك يعني دخلوا القناة وشوفوا لي فيديو، تسيبوا بزاف لي غوسيت على كغاتا وصفات صحية. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، إذا عجبتكم دعمونا القناة باشتراك والضغط على الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.